نعم، يعني تطورات ميدانية هنا وسط القطاع، عمليات القصف المدفعي لم تتوقف هذه المرة شرق مخيم البريج، طالت وسط المخيم قذيفة مدفعية أصابت أحد المنازل في تلك المنطقة، لم تسفر عن وقوع إصابات حتى هذه اللحظات، لكن عملية إجلاء تمت لعدد من المواطنين تحسبا لقيام الاحتلال مجددا باستهداف ذات المنطقة تحديدا في محيط برج المغاري. في منطقة غرب النصيرات تحديدا منطقة المخيم الجديد، طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا أدى ذلك يعني منزل عود لعائلة العمصي، أدى ذلك لوقوع عدد من الإصابات لربما بدأت تصل في هذه الأوقات لمستشفى شهداء الأقصى تحديدا في منطقة المخيم الجديد. كما تشاهد بدأت الإصابات الآن تصل تباعا لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. الاستهداف كان مباشر لمنزل يعود لعائلة العمصي، هذا يعني مواطن أصيب بالرأس أو بالعين، ونشاهد طفل أيضا، طفل ذات في داخل هذه السيارة أيضا مصاب بجراح، الآن يتم إنزاله من عبر هذه السيارة ومن ثم سيتم إدخاله لداخل قسم الطوارئ. عدة إصابات بهذه الغارة الإسرائيلية الجديدة التي تستهدف منزلا يعود لعائلة العمصي بمنطقة المخيم الجديد بالنصيرات. هذا المنزل سبق وقد تعرض لقصف سابق وقد أصيب عدد من رواد هذا المنزل وقاطنين. في وسط القطاع أيضا عمليات القصف الإسرائيلي استهدفت منازل أخرى في مخيم البريش، كان هناك غارة إسرائيلية على منزل يعود لعائلة عقل، أدى ذلك لارتقاء ستة من الشهداء إضافة لاستهداف منزل فارغ في ذات المخيم. أما في النصيرات كعمق هذا المخيم كان هناك غارة إسرائيلية على منزل يعود لعائلة أبو نار، أدى ذلك لارتقاء أسرة كاملة قد مسحت من السجل المدني. أسرة إبراهيم أبو نار ارتقى وزوجته الحامل التي أيضا استشهد جنينها في أحشائها إضافة لثلاثة من أطفالها في غارة إسرائيلية نفذت على هذا المنزل في ساعات من فجر هذا اليوم. أيضا في ذات المخيم تم انتشال اثنين من الشهداء بفعل عمليات القصف المدفعي المتواصل على المناطق الغربية للمخيم تحديدا الواجهة البحرية. أما في منطقة المغراقة فقد تم انتشال شهيد مر على استشهاده أكثر من أسبوعين، وصل هنا عبارة عن جثة متحللة وقد تم مراثرة هذا الشهيد وفق البروتوكول الرسمي لوزارة الداخلية هنا في قطاع غزة، نظرا لأن هذا الشهيد وصل مجهول الهوية ولم يتم التعرف على هويته وذويه حتى هذه اللحظات. إضافة لعمليات القصف الإسرائيلي منذ ساعات الصباح تركزت على المناطق الشمالية الغربية للنصيرات تحديدا منطقة الزهراء ومنطقة المغراقة، أدى ذلك لوصول أيضا عدد من الإصابات باتجاه مستشفى العودة التي تستقبل المصابين أيضا في منطقة وسط القطاع. تطورات ميدانية، عدد الشهداء وصل 16 شهيد منذ أمس حتى هذه الساعة. وسط ظروف صعبة أيضا يعيشها الناس في ظل اشتداد الحرب الإسرائيلية واشتداد كذلك عملية النزوح من منطقة رفح باتجاه دير البلح، هذه المنطقة الأكثر نزوحا واكتظاظا بأعداد الناس التي باتت غير يعني جاهزة لاستقبال المزيد من المواطنين، وهنا أتحدث عن مدينة دير البلح. أيضا المواطنون غير قادرين على توفير المستلزمات الغذائية وكذلك متطلبات الحياة نظرا لشحها من الأسواق بسبب إغلاق المعابر وتعنت الاحتلال لإغلاق معبري رفح ومعبر كرم أبو سالم وعدم إدخال المساعدات لليوم 30 على التوالي، ونحن نعاني من هذه المشكلة بالحقيقة وهي عدم إدخال المساعدات وإغلاق المعابر من قبل هذا الاحتلال الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك محمود اللوح مراسل الغد، كنت معنا من أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.